بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الحارث ملك غسان للإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ملك غسان إلى الإسلام. وملك غسان هذه القبائل العربية التي في الشام، ملكها ملوكها الغساسنة ملوك الشام دون الروم، فهم يخضعون للروم وهم ملوك الغساسنة العرب، يملكونهم ويدعونهم ويرغبونهم ويخوفونهم. فهو صلى الله عليه وسلم لم يترك أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، إلا دعاه للإسلام. فهو عليه الصلاة والسلام دعا الملوك كلهم، ودعا الأفراد كلهم، ودعا العمال والصبيان والحدادين وغيرهم، لم يترك أحدا من الخلق إلا دعاه إلى الإسلام إذا كان يعقل. فهو عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، العامل والصبي في هذه البلدة دعاه إلى الإسلام، والرئيس دعاه إلى الإسلام، وكبير القبيلة دعاه إلى الإسلام. فهو يبلغ الإسلام لكل من لقيه عليه الصلاة والسلام، لا يترك صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبره، بل الناس عنده كلهم سواء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكل إنسان يخاطبه بما تعود عليه وبما يليق به. فهو يخاطب الملوك عليه الصلاة والسلام بما تعودوا أن يخاطبهم الناس به، كما يخاطب العمال والأفراد والآباء والأمهات عليه الصلاة والسلام. وكانت غسان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته. وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه إليه. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشق،
وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر، وهو جاء من حمص إلى إلياء، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة، فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه، وكان روميا اسمه مري، يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلب عليه البكاء ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه، فأخاف من الحارث أن يقتلني. وكان يكرمني ويحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوما فجلس فوضع التاج على رأسه، فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم رمى به. قال: من ينتزع مني ملكي؟ وقال: أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته، علي بالناس. فلم تزل تعرض حتى قام وأمر بالخيول تنعل، ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى. وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه. فكتب إليه قيصر: ألا تسر ولا تعبر إليه، واله عنه، ووافني بإلياء. فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غدا. فأمر لي بمئة مثقال ذهبا، ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، وقال: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: باد ملكه. وأقرأته من حاجبه السلام، وأخبرته بما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح. ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به، فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. ملك غسان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يدعوه إلى الإسلام، فذهب الرسول وأقام ببابه الحارث أياما لم يحصل له الدخول عليه، فجلس عند حاجبه، يعني الذي يمنع عنه الناس، جلس عند هذا الحارس، فأكرم الحارس وفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزله معه وضيفه وأكرمه، لأن هذا الحارس يعرف الكتب المنزلة، يعرف الإنجيل، ويعرف يسمع عن القرآن، وأنه سيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة،
فأكرم هذا الرجل وجازاه جزاء حسنا. فلما خرج ملك غسان على عادته دخله هذا الحاجب عليه فدخل فسلمه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ملك غسان وغضب من هذا الخطاب. قال: كيف هذا؟ هذا يريد أن ينتزع ملكي، يأخذ مني ولايتي، من يستطيع ذلك؟ لا أحد يستطيع، أنا أسير إلى رسول هذا الرجل الذي يريد أن ينتزع ملكي، أنا أسير إليه ولو كان في اليمن، ما هو في المدينة، في اليمن أبعد مكان عن غسان، وعزم على أن يستعد بالخيول والجيوش التي تذهب إلى المدينة لتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن ملك غسان أرسل إلى ملك الروم، ملك الروم الذي أكبر منه، فقال له: إني أريد أن أسير إلى هذا الرجل. قال: لا تسر إليه، هذاك أعقل وأعرف، لا تسر إليه، وإنما أغفل عنه، إذا كنت لن تتبع فاغفل عنه، لا تتابعه. فسكن غضب الرجل ملك غسان، وقال للحارث الذي جاء بالكتاب: متى تريد أن تذهب إلى صاحبك؟ فقلت له: غدا باسر إن شاء الله. فأعطاه 100 مثقال من الذهب، أعطاه عطية جزلة، لأنه ناس أغنياء عندهم الذهب والفضة والدراهم الكثيرة، فأعطاه 100 مثقال من الذهب وقال: هذه لك. وأعطاه الحاجب الكسوة والنفقة التي توصله إلى المدينة وكل ما يحتاج إليه، وقال له الحارث: بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه بما شاء، بما شاء عن الرجل. قال: ذهب ملكه، سيذهب ملك هذا الرجل، لأنه رد خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى به. وبلغه عن الحارس الحارجب السلام، فرد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة هذا الرجل الذي هو ملك من ملوك العرب حول الروم، والروم سيطرون عليه ويأمرونه وينهونه، وهو يأتمر بأمرهم وينتهي بنهيهم ولا يضير عليهم شيء، وهم يكرمونه ويحسنون إليه. وفي هذا القصة عبرة وعظة لمن كان له قلب. فهذا الرجل تعظم، عظم نفسه ولم يقبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورمى بالخطاب وزعم أن الرسول يريد ملكه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منه شيئا، إنما يريد منه أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويتبع شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاند ولن يخرجه من ملكه.
فهذا اتخذ إلهه هواه، أطاع هواه في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل بأنه سيفنى ولن يستمر حاكما، وفعلا مات قبل فتح مكة. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملوك بعضهم الرؤساء والكبراء يدعوهم إلى الإسلام، ومنهم هذا ملك غسان قبل أن يذهب بالجيش إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل مات قبل فتح مكة، فني وانتهى. فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة بعد غزوة تبوك، ففني الرجل ومات. وأما هذا الخادم والحاجب لهذا الملك فقد هداه الله للإسلام وأسلم وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه من نفقة وكسوة وغير ذلك. فصل: اعتزال النساء في زمن الجد والإقبال على العبادة. في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين. أحد رسول صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء الثلاثة مع أهليهم ونسائهم، فلما مضى لهم على الهجر 40 يوما قال: اعتزلوا نساءكم، لا يستمتع الرجل من امرأته بشيء، اعتزلوا نساءكم. هذا إشعار بأن اشتداد الكربة مبشر بالفرج، مبشر بالفرج. لما اشتدت الكربة على هؤلاء الثلاثة واعتزلوا نساءهم حقا، اعتزالهم للنساء تقربا إلى الله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمره لهم بذلك، يشعر بأن الفرج قد حان وقته. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا نساءهم. فأما مالك هذا الذي صاحبنا رضي الله عنه وأرضاه فقد اعتزل امرأته، قال لها: الحقي بأهلك حتى ييسر الله لنا الفرج، رضي الله عنه. وأما الاثنان فكانا لا يستطيعان الإقامة في بيوتهم بدون الزوجة، ما يستطيعان يخدمان أنفسهم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنت نساؤهم في أن تخدمهم لكن لن تدعهم يقربونها، لا يقرب الواحد امرأته أبدا. فاستأذنوا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخدمة، لأن الغرض هو غرض الاستئذان الخدمة وليس الاستمتاع، فهو لا يستطيع أن يعمل له شيئا في داره لأنه كبير السن وضعيف، وهذه المصيبة أنهكت قواه وقضت عليه،
فاستأذن في أن يبقي امرأته عنده، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: لا يقربك أبدا، لا يستمتع منك بشيء. قالت: يا رسول الله، والله ما عنده همة ولا عنده حركة منذ حصل ما حصل، ما قرب ولا فكر، ما يقدر، الهم ذبحه وقتله يا رسول الله. قال: إذن تبقين معه في البيت. فهذا وإن كان في شدة وقربة وبعد المرأة عن زوجها، إلا أنه فيه بشارة بأن الفرج قد قرب، لأنه كلما اشتدت الكربة فالفرج قريب. الفرج يحصل من الله جل وعلا عند اشتداد الكربة. فقيل لمالك: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تبقى زوجتك معك تخدمك ولا تقرب؟ وقال: لا والله لا أستأذن، وإنما أصبر وأتحمل ما جرى، رضي الله عنه. ولا أدري ماذا سيقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن يقول لي طلقها وأنا ما أود أطلقها، فأنا أصبر على ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر حصل متى؟ اعتزال النسوة بعد اشتداد الكربة، وبعد مضي 40 يوما من هجرهم. كم بقي على هجرهم؟ 10 أيام الحمد لله. الرسول هجرهم، أمرهم أن يهجرهم مطلقة، ما حدد يوما ولا 50 ولا 100 يوم، لكن الله جل وعلا يعلم ذلك. فلما مضت 10 أيام جاء الفرج من الله. فيؤخذ من هذا أن الأمر إذا اشتد على المرء عليه أن يترك المباح والمستحب مما يريده لشهوته وحاجته، لعل الله أن يعطي الفرج ويزيل عنه الهم. ولذا أمر الحاج بأن يعتزل نساءه، ما يجوز له أن يستمتع الحاج بمرأته من شيء. وأمر المعتكف بأن يعتزل امرأته فلا يليق أن يستمتع منها بشيء. وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء 3 أن يعتزلوا نساءهم لأجل اشتداد الكرب عليهم، وكلما اشتد الكرب عليهم جاء الفرج من الله. نعم. في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء 3 أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين: أحدهما كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله، كان لا يكلمهم ولا يرسل إليهم ولا يدعوهم إلى شيء، وهذه تكليمته إياهم صلى الله عليه وسلم بعد مضي 40 يوما تدل على أن الفرج قرب، وأن بعد العسر يسرا. الثاني من خصوصية أمرهم باعتزال النساء، وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة وشد المئزر واعتزال محل اللهو واللذة،
والتعوض عنه بالإقبال على العبادة، وفي هذا إيذان بقرب الفرج، وأنه قد بقي من العتب أمر يسير. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شدد عليهم في الهجر، الأول هجر مطلقا، ثم شدد عليهم في الهجر لنسائهم، دليل على أنه ينبغي لهم أن ينهمكوا في العبادة كاشتغال من كان في العشر الأواخر من رمضان، كان عليه الصلاة والسلام لا يقرب واحدة من نسائه في العشر الأواخر من رمضان، يجتهد في العبادة، وهؤلاء مطلوب منهم الاجتهاد لأجل أن يؤثر هذا في حالهم، فلعل الله أن يرحمهم ويتجاوز عنهم. نعم. وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء، كزمن الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر هذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة. الله أكبر. نعم. ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم وشفقة عليهم، لأنه لو منعهم من أول ما هجروا لاشتد عليهم الألم، وما استطاعوا أن يصبر الواحد عن امرأته لا شهوة ولا حاجة، كلها ما يستطيع أن يصبر عنها، لكن لما اشتد عليهم الكرب ورأى أن الواحد منهم يستطيع أن يمتنع هذه المدة الباقية، وأن الفرج قد يأتي من الله قريبا، شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما شدد على المحرم. المحرم إذا خرج من داره يريد الحج قد يأخذ الطريق شهر شهرين، له أن يستمتع من زوجته، متى يمتنع من الاستمتاع؟ إذا أحرم. وكذلك دخول شهر رمضان، أول شهر رمضان لا جناح على المرء أن يأتي امرأته ليلا، لكن لما دخلت العشر الأواخر وقرب الشهر من الانتهاء، سحب للمرء بدون وجوب أن يعتزل امرأته وأهله، ينهمك في العبادة. وهكذا هؤلاء أول الأمر ما منعهم من قربان نسائهم، ثم لما لم يبقى إلا اليسير من الهجر قال لهم اعتزلوا نساءكم. ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم وشفقة عليهم، إذ لعلهم يضعف صبرهم عن نسائهم في جميعها، فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدة كما يؤمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج. فصل. ما جاء في قول الرجل لزوجته إلحقي بأهلك، وقول كعب لامرأته إلحقي بأهلك دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة.
فإذا قيل له إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني فقال ليس كذلك بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة عتيق حر، يعني ما قصد العتق، وإنما يقول هذا قصد رجل صامل ما يطيع عليه هذه الأمور، حر يعني بعيد عن الخنا وبعيد عن الأمور اللي ما هي طيبة. فاعتبر كلام هذا صحيح، ولا يعتبر تطليق لزوجته، ولا يعتبر حرية وطلب عتقا لعبده وغلامه إذا قال هذا غلام حر، يعني ما يمكن أن يزني، هذا رجل. بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة حرة، ولم يرد بذلك حرية العتق، وإنما أراد حرية العفة، فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبدا. وكذا إذا قيل له كم لغلامك عندك سنة فقال هو عتيق عندي، وأراد قدم ملكه له لم يعتق بذلك. وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق فسئل عنها فقال هي طالق، ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق، وإنما أراد أنها في طلق الولادة لم تطلق بهذا. وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها ودل السياق عليها، فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة ودعوى باطلة قطعا. فصل في سجود الشكر. وفي سجود يستحب للإنسان إذا بشر بشيء يستبشر به، إما نصر من الله وفتح، وإما خذلان للكافر، وإما موت لفاجر ونحو ذلك، أن يسجد لله شكرا. وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد النعم المتجددة مثل أن يتوب الله جل وعلا على عبده، والمنن المندفعة العتاق، يعني لمنه إذا قيل له أبشر مات فلان قال الله يبشرك والخير، وسجد لله شكرا لأن فلان شقي وآذى المسلمين فهو يفرح بموته. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قتل رضي الله عنه الصحابة أجمعين، قتله أحد الصحابة وهو في جهاد مع اليمامة مع أهل النجد، فجاءه أن مسيلمة قتل فسجد لله شكرا، لأن مسيلمة عدو لله ولرسوله وعدو للمسلمين، ولن يزال يرسل الجيوش لقتال المسلمين ما دام موجودا، فالله أراح المسلمين من شره، فسجد أبو بكر رضي الله عنه شكرا لله، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذا الثدية ثدي، رجل له ثدي امرأة، قال فيهم في الخوارج،
فلما فتش علي رضي الله عنه في من قتل من الخوارج رأى هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر بذلك وفرح أنه ما قاتل مسلما وإنما قاتل الخوارج فسجد لله شكرا. وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. كذلك سجد الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا لله لما قال له جبريل عليه السلام من صلى عليك مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا لله تبارك وتعالى على هذا. وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات. كذلك استبشر صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه يشفع في أمته ثلاث مرات حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا ما يجعل المسلم يتساهل يقول لن أبقى في النار، لكن ما تدري ماذا سيكون بقاؤك في النار، قد يكون آلاف آلاف السنين. وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. خر ساجدا لما بشره هذا المبشر بأن الله نصر أولئك الجنود. وقال أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشر كعبا دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. الذين لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تاب على الثلاثة أخذ كل واحد يركض لأجل يبشر صاحبه، منهم مالك ذهب إليه أناس يركضون، وآخر صعد على الجبل يبشره ينادي بأعلى صوته يا مالك أبشر فقد تاب الله عليك. فيؤخذ من هذا أن المرأة ينافس في التبشير بالخير، ينافس في التبشير بالخير، وأنه يسأل الله جل وعلا أن يكون مبشرا للخير معلما به، كما كان أبو بكر رضي الله عنه سأل الرجل الذي جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل الطائف ومجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أرجوك خله لي، أرجوك يا أخي، فأعطاها لأبي بكر رضي الله عنه. فدليل على إعطاء الخير والتبشير بالخير أنه مستحب. قال أرجوك خلها لي، واللي خلاها لأبي بكر لن يحرم الأجر، يأتيه أجره لحرصه وما كان الله يعلمه عنه. وتنازل عن هذه البشارة لأبي بكر إكراما له. مثلا لو جاء أخوك الأكبر ببشارة لأوالدك بشيء ما وقلت يا أخي خلها لي هذه من فضلك، فخلاها لك فذهبت أنت وبشرت أباك بذلك، يكون لك الأجر ولأبيك الأجر باستبشاره، ولأخيك الذي أعطاك هذه البشارة
لتسوقها إلى أبيك أجر. وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. تنازل عن ثيابه كل اللي عليه فسخها والسعارة غيرها، ما عنده شيء، ما عنده دراهم ولا عنده دنانير ولا عنده شيء، أكثر ما عنده ثيابه، أعطاها لهذا الذي بشره على الجبل، وهو على الجبل قبل أن يصل إليه، لأنه لما جاء صاحب الجبل أعطاه مالك رضي الله عنه ثيابه كلها بشارة. وأن المرء إذا تنازل عن كل ما يملك أو عن أعظم ما يملك فهذا يرجى له الخير. وقد اعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره. وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دنيوية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها. وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله. وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لأن هذا مكمل لإسلامه، ولا شك أن أفضل الأيام هو يوم إسلامه، لكن ما حصل قد يكون ذاهبا مذهبا للإسلام، فما دام أن الله تاب عليه هذا استمرار وتشجيع للمسلم على ما استمر عليه. أبشر بأفضل يوم مر عليك في حياتك منذ ولدتك أمك. فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته، ويوم توبته كمالها وتمامها، والله المستعان. وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشارة من الله جل وعلا بتوبته على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا استبشر بهذا واستنار وجهه عليه الصلاة والسلام، وفرح فرحا عظيما بهذه التوبة من الله على هؤلاء الثلاثة، لعلها تكون أكثر من فرحهم هم بتوبة الله عليهم، لأنه جل وعلا جعل الرحمة والرأفة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة. هذا والله أعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: هل هناك نهي عن الصلاة بين السواري؟ الصلاة بين السواري مكروهة إلا عند ضيق المكان والحاجة إلى ذلك، فإن الكراهة تزول حينئذ. يقول السائل: ما حكم الصور والتصوير؟ الصور والتصوير محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالتصوير محرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالواجب على المسلم أن يمتنع عن هذا إلا في حال الضرورة القصوى، ولا يسمح للمرء التصوير لكثرة التصوير والمصورين، فهذا لا يجعل الحرام مباحا، كحال الربا الآن. الربا مرابون محاربون لله ورسوله، وهو كل البنوك إلا ما شاء الله كلها تشتغل ظاهرا وشاهرا وعلانية بالربا. فهل يباح الربا؟ لا، وهو. يقول السائل: أذن الفجر وطعامي بين يدي فتسحرت وهو يؤذن، ثم امتنعت عندما خلص الأذان، هل صيامي صحيح؟ صيامك صحيح إن شاء الله، لأنك لم تر الفجر، وإنما المؤذن قد يؤذن يبكر قليلا لأجل أن ينبه الناس. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج عن أحد أقاربي متوفى ولكنه كان تارك للصلاة وشارب للخمر؟ فإذا كان تارك للصلاة بالكلية، ما يصلي أبدا، وشارب للخمر، فهذا والعياذ بالله خطر عليك أن تثوبت له بعملك، فقد يكون عملك هذا خسارة عليك، اجعله لنفسك وادعو له إن الله يغفر له، ولا تصرف له عملك. يقول السائل: لا أحفظ القرآن كاملا وأنا إمام مسجد، وإذا أتى رمضان أقرأ من المصحف في التراويح والتهجد، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء والحمد لله. يقول السائل: هل صلاة الوتر واجبة لقول الإمام رحمه الله: الذي لا يصلي الوتر رجل سوء ولا تقبل شهادته؟ ليست بواجبة على الصحيح، وإنما هي مستحبة استحباب كامل. يقول السائل: هل يشترط لسجود الشكر استقبال القبلة والطهارة والتلاوة؟ نعم يا أخي، يشترط في صلاة الشكر استقبال القبلة والطهارة، لأن الشكر والسعداء لله جل وعلا. سجود صلاة فهو مثل الصلاة. يقول السائل: ما حكم قول عيد مبارك وجمعة مباركة؟ هذا حسن، لا بأس أن تقول هذا يوم مبارك، لأنك لا تحكم ببركته، وإنما تقول إن شاء الله أنه مبارك. يقول السائل: أبتليت بذنب وكلما فعلته تبت منه ثم أعود فيه ثم أتوب وهكذا، ماذا أعمل ليعافيني الله منه؟ وأطلب منكم الدعاء. عليك أن تسأل الله جل وعلا أن يعصمك من الشيطان، لأن الشيطان يجاهدك وأنت في جهاد معه، أنت تتوب إلى الله ثم يتسلط عليك الشيطان فيقوى عليك. والواجب على المسلم المؤمن أن يكون قويا أمام الشيطان، لأن كيد الشيطان ضعيف بإذن الله.
يقول السائل: إذا كان بعض الناس يأتون بطائرة ونظرا لسرعة الطائرة، هل إذا تأخر عن الإحرام أو تقدم، وكذلك نظرا لقلة دورات المياه في الطائرة؟ يجب عليه أن يأخذ بالأحوط، ولا يضره التقدم والتأخر قليل. يقول السائل: ما حكم من يساعد الكذاب والغشاش ويستر ويتستر عليه لمصلحة؟ لا يجوز هذا، خاصة إذا كان المصلحة تعود إليه هو، فلا يجوز ذلك. وإذا كان المصلحة آخر فهذا فيه نظر، ينظر أيهما أولى. ويقول السائل: هل يجوز أن يسعى رجل في صلح قسمة ميراث وهو صلح باطل لأنه يحرم امرأة من حقها الشرعي والرجل يسعى؟ لا يجوز أن يسعى في صلح يعرف أنه حرام، وإنما الواجب السعي في الصلح إذا كان فيه صلح جائز. يقول السائل: هل سجود الشكر يكون على أي حال، على طهارة أو غير طهارة؟ لا، سجود الشكر لا بد أن يكون على طهارة فيما أعلم، وكذلك سجود التلاوة لا بد أن يكون على طهارة. يقول السائل: ما هو ميقات أهل مكة؟ ميقات أهل مكة إن كان للحج فهو من مكة، يحرم من داره ويخرج إلى منى وعرفات، وإن كان عمره فيجب عليه أن يخرج إلى الحل قبل ذلك فيحرم منه. وهل يمكن لمن أقام أكثر من 3 أيام أن يحرم من ميقات أهل مكة؟ لا، إذا جاء للعمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، أو جاء من للحج فيحرم عليه، ويجب عليه يحرم من الميقات الذي يمر به. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.